שטובחים ושוחטים באזרחינו, בילדינו. This is an act of sheer evil. هذا اليوم لم يكن البداية. الحكاية عندما أعطى من لا يملك لمن لا يستحق. شعب أعزل ينتمي لجذوره في هذه الأرض استيقظ في الصباح على قتل وتشريد وتنكيل ليحول صاحب هذه الأرض إلى لاجئ في بقايا أرضه. والحكاية بدأت عندما تحول اللاجئ إلى فدائي وأطلق شرارة الكفاح المسلحة. وستقول لا للركوع، لا للاستسلام، ونعم للقتال. 76 أكتوبر وأعنف مرت بالفلسطينيين ولم يتحرك العالم ضد المحتل الغاصب. من هنا من الكوفية، كوفية أبو عمار، سلام عليك يا غزة كلما جن الليل وجنت على نفسها إسرائيل. قتل جماعي في المخيم والمدينة في كل وقت ودقيقة. عائلة لم ينجو منها أحد، شهيدة وجنينها الناجي الوحيد من المجزرة. شهداء بلا أسماء وموطن في كل مكان. غابت المعالم والذكريات، دفنت الشوارع والأحياء، المستشفيات استبيحت وانهارت، مجاعة قتلت المرضى والأطفال، وحصار اشتد في كل مكان. لم تسلم البنى التحتية في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي المتواصل في عامه الثاني. غابت معالم المدينة وطمست جدران الحكاية وسقطت آثار الحضارة. عيوننا ترحل كل يوم إلى القدس وقلوبنا ترحل إلى غزة في كل حين. بالقدس شرارة البداية ومهد الحكاية، نصلي هنا بين محارب الاحتلال، والأكف بغزة تقول آمين. عليك السلام في الحرب والسلام، عليك السلام يا أرض الشهداء والأنبياء. لحظة بلحظة نواصل الليل بالنهار لنكشف صمت العالم وأركان جريمة الإبادة. 12 شهراً لم نغفل لحظة واحدة، وسنبقى معكم حتى تشرق شمس الحرية على كل فلسطين. نستمر معكم ولأجلكم من قلب غزة النابض، من القدس ورام الله، من جنين وبيت لحم والخليل، وسنصل بكم إلى يافا وحيفا والناصرة والجليل. وفي الضفة اتشحت اللوحة بالسواد، اغتيالات ومداهمات وتجريف للأراضي واعتقالات مستمرة. هل من مستجدات في الوضع الميداني الآن في محافظات الجنوب؟ لا تزال طواقم الدفاع المدني مستمرة في عمليات البحث عن مفقودين وربما شهداء يجري انتشالهم من داخل أو من تحت أنقاض المنزل المدمر. الطواقم الطبية انتشلت أعداد من الأطفال كانوا يلعبون في هذا الشارع. في شمال قطاع غزة تطورات متلاحقة، حيث التوغل الإسرائيلي شرط مخيم جباليا. حكايات الألم لا تنتهي، فكلما مر الوقت يكشف الدمار حكاية تدمي القلب. طالت الحرب على غزة، فمن يوقف الفصول عند خريفنا؟ أو يأتي الشتاء دافئاً، أو الربيع مزهراً، أو الصيف مبشراً. طبعاً توجهت للجنوب مع القناة لتأسيس نقاط عمل. مستمرون في أداء رسالتنا رغم الوجع النابض فينا، والتغطية ما زالت مستمرة.